عبد الله نجل الرئيس المصري الراحل محمد مرسي تفاصيل الساعات الأخيرة لوالده قبل وفاته، وفي تدوينة له عبر حسابه بموقع فيسبوك روى عبد الله ما أسماه بشريات في النظرة الأخيرة لأسرة الرئيس الشهيد محمد مرسي، ونحن نودع جسده إلى مثواه الأخير. يحكي نجل مرسي قائلا: دخلنا على جسده الطاهر وألقينا النظرة الأخيرة عليه في مستشفى سجن طرى قبل تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. وأضاف: دخلنا جميع أبنائه الذكور الأربعة بمن فينا أسامة مرسي المعتقل على ذمة قضايا ملفقة، بالإضافة إلى حضور عمنا السيد مرسي وابنة الرئيس وزوجته، ومعنا عدد كبير من مندوبي أجهزة الانقلاب العسكرية على حد وصفه. ووصف وجه مرسي حينها بالقول: فوجدنا الرئيس الشهيد على وجه غير الذي نعرفه عليه، كما بدا وجهه شاحبا ومغضبا للغاية. وتابع عبد الله: رفضنا وجود أي من عناصر الانقلاب العسكري في مكان غسله، وبعدما أغلقنا الباب ونظرنا إلى وجه الرئيس الشهيد الذي بدا منذ لحظات عابسا كعادته مع هؤلاء الظالمين، وجدناه تغير إلى غير تلك الملامح. وزاد: إذ بدا رحمه الله هادئ الوجه مطمئن الملامح. واستطرد نجل مرسي قائلا: بدأنا بالدعاء له وتوديعه وتقبيله، ثم بدأ الغسل، وإذ بوجه الرئيس الشهيد يتغير إلى الوجه المضيء البشوش المبتسم. جميعنا لم يكن يصدق أبدا هذا التغير في ملامح وجه الشهيد على غير ما كان في حضرة العسكر، إذ أصابتنا جميعا الدهشة مما رأينا. وعلق عبد الله على هذا التغير بالقول: لم تكن هذه معجزة ولا حياة بعد ممات، وإنما يسوق ربنا لنا البشريات. وينضم إلينا الآن عبر سكايب من إسطنبول الناشط الحقوقي هيثم أبو خليل. أستاذ هيثم، أحييك وأرجو أن أستمع إلى تعليقك ابتداء على كلام نجل الرئيس الراحل محمد مرسي على اللحظات التي ودعوه فيه وغسلوه قبل أن يقوموا بدفنه. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة يعني لا نحتاج بشريات أو روايات تعضد أن واحد مظلوم بقاله ستة أعوام بيدفع ثمن موقف محترم، ودفع ثمن حياته كلها ثمن لرفضه ان هو يرضخ لانقلاب يعني مجرم. ولكن انا شايف يعني التدوينه بتاعت نجل الرئيس الشهيد محمد مرسي شايفها بشكل اخر، شايفها ان هو بيوثق ان سبعة فقط من أسرة الشهيد الرئيس محمد مرسي حضروا الغسل وحضروا الدفن، وبالإضافة إلى الشخص الثامن اللي هو محامي الرئيس. ثمان أفراد فقط، ده بيشي بأمور كثيرة جدا، أن العصابة قتلت الرئيس وحاولت أن تداري أثار الجريمة، وده حقيقة المفروض هو ده اللي يشغلنا ويشغل أيضا مع كامل التقدير لأسرة الرئيس، يشغل أسرة الرئيس، واللي هي في الآخر لازم تعلن هل هي ستكمل إجراءات أمام النيابة بطلب إعادة تشريح الجثمان، أم تكل الأمر نتيجة وجود ضغوط عليها عشان أسامة نجل الرئيس ما زال قيد الأسر تحت أيديهم. بحيث إن إحنا أنا شايف إن إحنا لابد أن نعمل بجد في هذه النقطة. اغتيال الرئيس هو هدفنا، والبشريات بالطبع امر يعني بيشعرنا بان احنا على الطريق الصحيح، وحتى اكمل بعد كده في موضوع عدم تحلل جثمان الاستاذ مهدي عاكف، وكل يعني التدوينه فيها كثير من الكلام الطيب، ولكن احنا عايزين النهارده نتحرك ونتكلم بصوره عمليه، وهي صوره العمل الحقوقي، العمل الجاد على القصاص لرئيس تم اغتياله، وهناك امور اخرى بتشوش على المشهد من يعني صوت سيسي او كاس امم افريقيه او حتى هذه الروايات. احنا عايزين نركز في طلب تحقيق دولي في تشريح جثمان من فريق محايد، عايزين نشتغل على هذا الملف حتى الايام لا تنسينا هذه الجريمه، وهي فرصه ان احنا نشتغل عليها ونختر الجرائم الكثيره التي يعني ارتكبها
العسكر منذ يوليو 2013. ابقى معي أستاذ هيثم، سأعود إليك بالتأكيد مرة أخرى. مشاهدينا الكرام، شنت قوات الأمن المصرية لليوم الخامس على التوالي حملة دهم واعتقالات واسعة في قرية العدوى بمحافظة الشرقية مسقط رأس الرئيس الراحل محمد مرسي. واقتحمت تلك القوات عشرات المنازل في العدوى والقرى المجاورة، وحطمت محتويات عشرات المنازل، واعتقلت العشرات بينهم زوج إحدى قريبات الرئيس الراحل محمد مرسي، واقتادتهم إلى جهة مجهولة. ووفق روايات شهود عيان، فقد اعتلت قوات الأمن أسطح العديد من المنازل في العدوى، كما دفعت بتعزيزات أمنية مكثفة لدعم القوات الأمنية التي تحاصر القرية منذ يوم وفاة مرسي. وينضم إلينا الآن عبر الهاتف من القاهرة السيد أبو محمود شاهد عيان من قرية العدوى مسقط رأس الرئيس الراحل محمد مرسي. أبو محمود أحييك، عايز أعرف منك ببساطة شديدة إيه اللي حصل للقرية خلال الأيام التي تلت وفاة الرئيس محمد مرسي؟ تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي، منذ يعني تلقينا نبأ إعدام أو استشهاد الرئيس مرسي نزل علينا كالصاعقة، لم يتخيل أحد أبدا أن يعني يكون القتل بمثل هذه البشاعة وهذا الاحتيال. فور تلقينا الخبر، انتقلت أسرة الرئيس إلى القاهرة، لم يسمح لهم بالتواجد إلى جوار الرئيس وهو مسجى بعد وفاته، وجلست في شقة الرئيس يتلقون تعليمات عن طريق المحامي، ويتم التفاوض حول دفن جثمان الرئيس في القاهرة على غير ما وصى به أن يدفن جثمانه في قريته وبين أهله وأحبابه. وافقت الأسرة رغما عنها حتى يتم دفن ومواراة جثمان الرئيس. دفن الرئيس منع الناس من الصلاة عليه بمجرد ان يعني اعلنا في زلته في قريته بين اهله ومحبيه الصلاه عليه في مسجد في وسط البلد، ونشرنا الدعوه وصلينا عليه، الا وانهالت علينا قوات الامن بكثافه، وكان هذا جرم عظيم جدا لا يمكن ان يعني يغفر لاهل العدوى، وبداوا في عقاب اهل العدوى، كل من شارك في الجنازه وتحققوا منه، او كل من حمل تليفونا يصور او يوثق هذه اللحظات، قاموا باعتقالي وخطف التليفونات المحامين من الناس وتفكيرها. تم مداهمه عشرات البيوت في قريه العدوى، وتم اعتقال نحو الى الان 27 واحد من العدوى ومن البلاد المجاوره. صحيح اطلق سراح عدد منهم ربما يكون 10 او اكثر، لكن بعد تخويف وترويع. قوات أمن بشكل غريب جدا تحاصر القرية لليوم السادس على التوالي، تعزيزات الآن تنتقل من الزقازيق إلى العدوى، تدخل العدوى الآن إضافية متاريس على مدخل القرية، وبعد حوالي 500 متر وبعد حوالي 100 متر وبعد حوالي 100 متر ثانية على نفس طريق العدوى في الامتداد إلى الجنوب، أكمنة حول العدوى في البلاد المجاورة في صبيح كمين، في صبيح الى داخل القريه كمين بالموازاه لقريه العدوى، في المسلميه قبل العدوى على الطريق الرئيسي كمين، محاصره للعدوى من كل اتجاه من كل ناحيه، زرع تميرات على اعمده الاناره امام بيوت المطلوبين حتى يتجسسوا ويتلصصوا من يخرج ومن يدخل ومن يستطيعون ان يعني يقبضوا عليه، لانهم يدخلون بيوت لا يستطيعون ولا يجدون احد. محاصرة لبعض الأهالي في المسجد يريدون أن يقبضوا عليهم في مسجد مكاوى الذي أقيمت فيه الصلاة، يتدخل الأهالي ويحرروا الناس من داخل المسجد رغما عن الأمن ويخلصونهم منهم، ويرجع الأمن دون أن يستطيع أن يقبض عليهم. حتى أثمنة داخل القرية، في داخل القرية في الطرق غير المأهولة والمعهودة بين البيوت، أثمنة داخل القرية يوم الجمعة منعا لحدوث مسيرة أو صلاة الغائب. لماذا كل هذا؟ يعني لا أدري، بل أكثر من ذلك قاموا بنزع الهاردس الخاص بكاميرات مراقبة المحال التجارية والبيوت على الطريق الطولي في عمق قرية العدوى حتى لا يستطيع أحد أن يوثق وجودهم هم
وكثافتهم والجرائم التي يعني يفعلونها ضد هذه العدوى. لماذا كل هذا لا أدري، هل يريدون أن يفعلوا بعدوى مجزرة أخرى مثل ما فعلوا في رابعة؟ لا أدري. لماذا يريدون أن يفصلوا العدوى عن الإعلام ليفعلوا فيها ما يشاءون، ولا يستطيع أحد بأي شكل من الأشكال أن يوثق ما فعلوا، وحينما تقام دعاوى يقول لم نفعل ذلك وهذا كذب وافتراء كما نسمع في الإعلام. شكرا جزيلا. الذي يروجونه في قراراته. أبو محمود، سيدي كل ما حدث تقريبا منذ اليوم الأول وفاة الرئيس إلى الآن. أشكرك شكرا جزيلا أبو محمود شاهد عيان عن ما حدث في قرية العدوى مسقط رأس الرئيس الراحل محمد مرسي، كنت معي عبر الهاتف من القاهرة. وفي سياق مشابه كشفت مصادر من ذوي المعتقلين في السجون المصرية أن الزيارات متوقفة منذ وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي الاثنين الماضي أثناء جلسة محاكمته بتهمة التخابر مع حركة حماس بمعهد أمناء الشرطة بطرى جنوبية القاهرة. ووفق المصادر فإن الزيارات ممنوعة تماما عن المعتقلين منذ وفاة مرسي وسط محاولات يومية من قبل ذوي المعتقلين للسماح لهم بالزيارة دون جدوى ومن غير إبداء أسباب. وكانت منظمات حقوقية وحركات سياسية قد طالبت بتوفير الرعاية الصحية للمعتقلين داخل السجون المصرية والإفراج الصحي عن كبار السن وذوي الأمراض المزمنة منهم. وتنضم إلينا الآن عبر الهاتف من القاهرة الدكتورة منى إمام زوجة المعتقل عصام الحداد مساعد الرئيس الراحل محمد مرسي، كما تنضم إلينا أيضا عبر الهاتف من القاهرة السيدة أم محمود زوجة أحد المعتقلين بسجن برج العرب. وأبدأ مع الدكتورة منى إمام، ما الذي يحدث للمعتقلين منذ اللحظة التي توفي فيها الدكتور محمد مرسي مما يصلكم بالتأكيد دكتور؟ تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. وحضرتك من يوم الجلسة اللي سقط فيها الدكتور مرسي الله يرحمه وهناك وضع استثنائي، يعني زيارات ممنوعة تماما ومش عن سجن العقرب فقط ولكن عن كل السجون يعني. وبعدين في نفس الوقت ما فيش خروج للجلسات ولا خروج للعرض على النيابة، ده معناه انقطاع تام لأي منع أي أخبار إن هي توصل لجوه أو تطلع من عندهم حاجة. فالوضع ده طبعا بالنسبة لنا خطير جدا، لأن إحنا كان يعني مجموعة العقرب والقيادات بتاعة الإخوان ومنهم زوجي وابني كانوا موجودين في الأخص أثناء الجلسة بتاعة الجلسة اللي توفى فيها الدكتور مرسي. فحضرتك إحنا علمنا من المحامين إن في ثلاثة أغمى عليهم من المعتقلين الثانيين كبار في السن وما نعرفش الأسامي، نعرف منهم فقط الدكتور مصطفى العنيمي وما نعرفش أي حاجة حاليا عن حالتهم الصحية. طبعا لو السجن مغلق بهذه الطريقة ما فيش أي أخبار بتوصل، وفي أخبار بل بالعكس في أخبار عن منع التريض، وده معناها هم كلهم في زنازين انفرادي. فزنازين انفرادي مع الغلق التام ومنع التريض دي تعتبر قاسية جدا بالنسبة لهم في ظل وضعهم الصحي المتردي، كلهم كبار في السن معظمهم ومعظمهم عندهم أمراض مزمنة. فالوضع كده خطير جدا، وطبعا لو في كلام عن الإدراك ودخولهم في إدراك فده معناه التجريد ومعناه منع الأدوية ومعناه سرقة محتويات الزنزانة، فده وضع خطير جدا بالنسبة لهم. يعني إلى جانب ده حضرتك في مجموعة كبيرة جدا من هذه القيادات في العقرب مثلا منهم زوجي وإبني ممنوع عنهم الزيارة من 3 سنين. يعني أنا زوجي ممنوع عنه الزيارة من 3 سنين ووضعه الصحي صعب جدا، لأن من 3 سنين وهو يحتاج عملية قسطرة قلبية والسجن رافض إنه يعمل له العملية. فده في أي وقت مع أي انفعال بعد الجلسة واللي حصل ممكن تيجي له أزمة قلبية في الزنزانة المغلقة عليه الانفراد اللي هو فيها ويموت، وساعتها دي مش وفاة طبيعية، ده مش هيبقى مريض قلب ومات، ده بالنسبة لوضع زوجي. وابني نفس الحكاية بالظبط، ابني جهاز الحداد بكل مرة بشوفه في الجلسة بيدخلوه للشال محمول، يعني غير قادر على الوقوف على قدميه أو السير، وممنوع عنه الكرسي المتحرك وما نعرفش حاليا عنهم أي حاجة. فده لو دخل في إضراب لن يحتمل. وبعدين لو حضرتك تديني دقيقة مسألة المفروض عليها، يعني أنا جهاد مثلا أصيب بتشنجات وإغماءات وتم يعني تكررت
مرة تكرر يعني مرتين تكرروا في نفس الأسبوع. هذه التشنجات تم تشخيصها في السجن على أساس أنها حالة نفسية، وكتبوا له أدوية نفسية، أدوية اكتئاب. وبعدين جهاد حاول في عن طريق الجلسات انه يوصف لنا شكل ايديه، شكل ايديه وقدميه بعد التشنجات، لانه هو لما بعد ما يغمى عليه بيقوم ويلاقي نفسه في وضع معين. من الوصف بتاعه سالنا طبيب متخصص، طلع ان السبب نقص حاد في الكالسيوم، عمل بيعمل تشنجات في كل عضلات الجسم. فالامر يصل لهذا خطر جدا، والطبيب قال لنا واكد اكثر من طبيب ان ده كده خطر جدا. المره دي بتيجي في الاطراف، المرة الثانية بتصيب القلب وبينتهي الأمر بوفاة أذن قلبية وسنه 30 سنة. فكل هذه الظروف أنت بتسيب المريض القلب لغاية لما الحالة تتدهور ويصاب بذبحة ويموت، وتسيب مريض ثاني نقص حاد في الكالسيوم وعدم تعرض للشمس وسوء تغذية زي ابن جهاز لغاية لما يصاب بتشنجات وأزمة قلبية. هذه ليست وفاة طبيعية، هذا قتل. قتل واضح جدا جدا جدا. كان الله فهمت. احنا بنحذر ان كل السيدات والعرب عامه ظروفهم صعبه جدا ووضعهم الصحي سيء جدا، ومفيش خروج للمستشفيات، مفيش علاج متوقف بقالهم سنتين، ما حدش بيخرج لا التحاليل ولا العلاج، واي حاجه ممكن تحصل لهم دي ليست ظروف طبيعيه. هذا قتل عام. اشكرك شكرا جزيلا. يعني احنا بنحذر كاهالي اللي ممكن يحصل لهم طول هذه الفتره. السيدة منى إمام زوجة المعتقل الدكتور عصام الحداد مساعد الرئيس الراحل محمد مرسي، كنت معي عبر الهاتف من القاهرة. وعودة للسيدة أم محمود، أو نبدأ معك، إيه اللي بيحصل في سجن برج العرب؟ زوجك أحد المعتقلين، احكي لنا ست محمود تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. دلوقتي احنا رحنا زيارة يوم الثلاثاء اللي فات بعد وفاة الدكتور محمد مرسي، منعونا من الزيارة تماما أنا وحماتي، ومعرفناش من ممنوعين من الزيارة غير بعد ما وصلنا عند السجن هناك. بنحاول نتحل أكل أو أي حاجة، لأن طبعا ما فيش أكل بيدخل لهم صحي أساسا من السجن عموما، ما رضوش يدخلوا أي أكل خالص. تاني يوم قلنا هنروح تاني، وإحنا أصلا المسافة بتاعتنا طويلة ما بيننا وما بين البرج. بعدين رحنا تاني يوم، دخلونا الساعة 8، سجلنا فضلنا قاعدين من الساعة 8 للساعة 12:30 مستنيين خلاص ان يتأخرنا الزيارة. في الآخر يقولوا لنا لا مركز زيارة، انتوا ممنوعين من الزيارات. ودخلوا جنائيين وسابونا احنا السياسي في الشمس من غير زيارة. رجعنا برضه المشوار تاني، والنهاردة عيدنا القرية تاني، رحنا النهاردة تاني، كان 4 كشوفات هناك بالظبط. أمين الشرطة ما رضاش يدخلنا وقال لنا امشوا بهدوء من غير شوشرة، بدل ما نيجي وناخدكم نعتقلكم هناك. طبعا هم هناك منعينهم من التريض، الحشرات هناك يعني مكان صحراء جدا، يعني حشرات رهيبة جدا، ما فيش أكل، ما فيش شرب، ما فيش أي منفذ للنجاة اليوم هناك، ما فيش علاج بيدخل. اشترينا عشان يدخل الأكل، لما الست رمالها الأكل قدامنا، ولما الست وإهانة صعبة جدا هناك. عايزين يوصلوا البرج لدرجة إن هو يكون زي العقرب، سجن العقرب، من غير زيارات خالص. حتى الكانتين الترحيلات موقفينها، كل منعين خروجهم من المستشفيات، كل ده بعد وفاة دكتور مرسي. طيب كان الله في العون ست محمود. قالوا ميعاد الزيارة إمتى؟ يقولوا لنا الأجل غير مسمى. يعني إيه الأجل غير مسمى؟ يعني نروح إمتى؟ شكرا جزيلا ست أم محمود زوجة أحد المعتقلين بسجن برج العرب بمحافظة الإسكندرية. وفي نفس السياق كشفت زوجة الصحفي المصري المعتقل معتز ودنان، كشفت عن تعرض زوجها للتعذيب لردعه عن إضرابه عن الطعام الذي بدأه قبل أشهر، للمطالبة بمنحه حقه القانوني في السماح لزويه بزيارته. وأعربت هالة عبد العال زوجة معتز عن بالغ قلقها وتخوفها على صحة زوجها، وقالت عبر صفحتها على فيسبوك إنهم لا يعلمون أي شيء عن معتز منذ نحو شهرين سوى أنه مضرب عن الطعام من أجل فتح الزيارة. وأضافت أن معتز قال لمحاميه الخاص خلال جلسة تجديد حبسه بعد عيد الفطر أن إدارة السجن طالبته بفك الإضراب يوم 21 من إبريل الماضي، وعندما رفض سحبوه معصوب العينين من زنزانته وضربوه وعذبوه وكهربوه، وتابعت نقلوه إلى زنزانة ثانية بلا ماء ولا كهرباء، وكانوا يدخلون له المياه في كيس قمامة مرة واحدة في اليوم.
واستطردت زوجته، استمر معتز في إضرابه رغم كل هذا لمدة 12 يوما إضافيا حتى وصل لحالة من الجفاف الشديد وأصابت الشقوق لسانه، وبدأت آلام الكلى تزيد وتتضاعف، وتم إجباره على تعليق محلول وشرب المياه مقابل مسكن آلام للكلى. وألقت السلطات المصرية القبض على معتز ودنان في فبراير 2018 على خلفية حوار أجراه مع الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة. عودة إلى ضيفي مرة أخرى أستاذ هيثم، تأخرت عليك كثيرا عفوا، لكن أريد أن أسمع منك تعليق على يعني الحالات التي عرضناها، تفضل. هو حضرتك اللي بيحصل عملية بلطجة غير مسبوقة، بالفعل رصدنا في أكثر من سجن منع الزيارات عقب استشهاد الدكتور محمد مرسي، واتقال لهم الزيارة مؤجلة لأجل غير مسمى ولجنائيين فقط. وأعتقد أن كلام زوجة الدكتور عصام الحداد بيوضح أمور كثيرة أيضا في إطار المنع عنهم، منع الزيارة أو أي أخبار، عشان هم شهود عيان عن اللحظات الخطيرة الأخيرة في حياة الشهيد محمد مرسي. بالنسبة لي معتز ودنان هو من ضمن من يسموا في مصر معتقلي اللقاءات أو معتقلي الحوارات، يعني الناس عملت حوارات سواء إعلاميين أو شخصيات عامة، زي مثلا العميد محمود قطري أدلى برأيه في مجزرة مسجد الروضة فتم اعتقاله والحكم عليه بثلاث سنوات سجن، الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، النائب المحترم محمد العمدة، المستشار أحمد سليمان، وبالطبع المستشار هشام جنينة. 16 شهر معتز ودنان قيد الاعتقال وقيد الأسر عشان أجرى حوار مع هشام جنينة، لم يحظى إلا بزيارة واحدة، حاجة ما حصلتش زي ما حصل مع الرئيس المنتخب الشهيد دكتور محمد مرسي، 6 سنوات اعتقال وفي الآخر 4 زيارات. عشان نفهم المشهد نشوف الزواجية المرعبة، زواجية المعايير، نشوف المستبد المخلوع مبارك كان بيتعامل ازاي وقاعد في جناح في مستشفى المعادي، وييجوا كمان الضيوف في عيد سينا او في عيد ميلاده يعني يلقوا له الورود ويحييهم من الشرفة بتاعته. طيب بلاش ده، احنا مش عايزين عفو عنهم زي صبري نخلوق الكبير البلطجية او قاتل سوزان تميم هشام طلعت مصطفى، او قاتل اخر زي مجدي ابو طبيخه، او 9 ضباط القتل اللي قتلوا اسره اكمله في المحله 4 اشخاص وخدوا العفو خلال العفو الاخير. احنا مش عايزين معامله زي الجاسوس طرابين اللي كان بعد ما وصل تل ابيب وتم تسليمه من قبل نظام السيسي، راح قال في مؤتمر صحفي في تل ابيب، قال كان في الزنزانه بتاعتي مايكروويف وسخن وبارد. احنا مش عايزين المعامله دي خالص، احنا عايزين معامله يعني زي مثلا هاني مهنا الموسيقار لما طلع مع منى الشاذلي وقال ان احمد عز في سجن ملحق مزرعه الترى كان جايب لهم ترابيزه بلياردو وكان في جيم. احنا عايزين المعامله دي بس، عايزين يعني يتعاملوا زي الحراميه والفاسدين بتوع نظام مبارك. حقيقه ما يحدث مع بعض يعني الشخصيات الاعلاميين رموز وطنيه عموم المعتقلين عمليه انتقاميه وليس قانون مصلحه السجون بيخلفوه وحطوه تحت البياده. في سجون كامله ما فيهاش زيارات منذ اكثر من 3 سنوات، يعني عمليه يعني حتى حضرتك الاتفاقيه الثالثه اللي هي اتفاقيات الاسرى في جنيف بتقول الاعداء لما يسقط في ايدك الاعداء حد من الاعداء اعداء بينك وبينهم حرب لابد ان تسمح لهم بمكالمات تليفونيه خلال 72 ساعه ووجبات ساخنه ومكان فيه شمس وامتيازات. خلاص عاملونا زي الاسرى، عاملوا 60,000 معتقل كانهم من الاعداء، لكن للاسف حتى هذه لم يبقى المناهضين للانقلاب. السيد هيثم ابو خليل الناشط الحقوقي كنت معي عبر سكايب من اسطنبول، أشكرك شكرا جزيلا. المسائية مستمرة بعد الفاصل، يلتقيكم زميلي مجاهد شرارة وباقي فقراتنا وفيها. تقرير الحريات الدينية الأمريكي يصنف السعودية باعتبارها دولة مثيرة للقلق، وعادل جبير يعترف بأن عملية قتل خاشقجي كانت مارقة. ابقوا معنا. سأروي لك